اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من الصعيد، صعيد مصري الجميل اللي بنفتخر بيه والريف المصري. انا لما بعمل اكلات من الزمن الجميل ولها التراث المصري واخد الشعار المصري في اي مكان ممكن نعملها، انا بيبقى قلبي مقبوض وابقى مرعوب وخايف. ليه يا عم المغازي؟ لان الاكلات دي طبعا بالطعم امهاتنا ربنا يديهم الصحه طبعا اللي عايشين واللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم ويرحم موتانا. الاكله دي اللي هي زي السخينه او طاجن اللحمه بالتقليه، الحاجات دي على فكره مهما تمر من الايام والازمان لازم نرجع للزمن الجميل ويقول لك انا احب اكل الصعيد الجميل واكل الريف المصري. السخينه بتتميز بتتعمل بالبصل بتاعنا اللي هو خير ارضنا اللي بنصدره للعالم كله، سواء منه الاحمر او الابيض، ده الاثنين معايا عشان ما حدش يقول لك ممكن نعمل السخينه بالبصل الابيض او البصل الاحمر، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين لما اعملها بالبصل الاحمر مش هتاخد وقت كبير مني في التحمير، لان السخينه بتتعمل بالرقاق والبصل والمرق، يا اما مرق لحمه يا اما مرق بط وز فراخ، المرق اللي موجود عندك. معانا كمان طاجن لحمه بالتقليه، فين اللحمه يا شفيق؟ اه اللحمه هنا، اختصارا للوقت طبعا عشان وقتنا ده من ذهب على شاشه القناه الاولى، اللحم هنا بيتسلق اختصارا للوقت. وبضرب عصفورين بحجر، العصفور الاول باخد مرق اللحم ده اعمل منه السخينه، واللحم هنا بيستوي بكمل سواه في قلب التقليه اللي هي التخديعه اللي هي الدمعه، دي المسميات بتاعتها في الخليج. وسامحوني في الصعيد المصري والريف المصري اللي بيتابعوني دلوقتي، يا ريت يتواصلوا معايا ويتصلوا، اذا انا بخطا في حاجه راجعوني، لان انا وارد ان انا اخطا، لان قلت لحضراتكم مهما اجتهد ومهما اعمل من الاكلات الجميله من الزمن الجميل مش هوصل لطعم امهاتنا، لان طعم اكل الام لا يعلى عليه وله طعم تاني لانه بيلتمس الحنان والحب اتجاه اسرتكم. انا مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره، وانا مرعوب النهارده زي ما قلت لحضراتكم، لان انا جوه المطبخ المصري، مش اي مطبخ مصري، مطبخ الصعيد الجميل وصعيد مصر اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. تعالوا نعمل مع بعض عصير. طبعا لما نشتغل في العصير او في الحلو بتغير كل حاجه، الجلافزات، السكينه، البلانشه، ده مطلوب منك، خاصه لو فواكه عشان ما تكرفش، لو بتقطعي بطيخ غيري السكينه فورا والمكان اللي انت بتقطعي فيه عشان البطيخه ما تكرفش منك طعم الايه؟ التوم والبصل، ما تكرفش. حلو الكلام؟ نجيب الخلاط بتاعنا ده كده بالراحه، وتعالوا نعمل سموزي الكيوي. مقادير على الشاشه يا استاذه رحب، عباره عن كيوي وتلج، كيوي وتلج. الدنيا حلوه كده مخرجنا، ايه رايك حبيب والديك؟ حلو، كيوي وتلج. ادي التلج معانا اهو، اللهم صل. خلاط؟ لا انا جايبه لكده، ما تقلقش لو اتكسر هدفع ثمنه. معايا صودا شايلها هنا مخبيها، اهي صودا، صودا يا ويلي يا ويلي على العصير ده. اه صودا، حلو تمام. ورقتين نعناع اخضر والكيوي بتاعنا الحلو ده كده ينزل هنا كده وينضرب في قلب الخلاط. سموزي الكيوي بالصودا، الصودا فيها نسبة سكريات، ممكن تحط سكر وممكن ما تحطيش، تكتفي بالسكريات اللي موجودة في الكيوي. والتلج بتاعنا، وجرب العصير ده كده مع طاجن اللحمة بالتقلية وهتدعيلي. مع السلامة، مع السلامة يا غالي والقلب دعيلك. We'll be right back.
خلص الكلام. قولوا معايا يا صبابين العصير زيدوا حالاته. حلو الكلام؟ معنا الكاسات تكفي العيلة والجيران والحبايب. والمشكلة لما تخبط على الجار، صباح الخير يا أم أحمد، صباح النور يا حاجة. والله شفت المغازي النهاردة جاب الكيوي يا أختي اللي العيال مش بيرضوا ياكلوا، وحامض، ونيجي نقشره القشرة بتاعته تعمل لنا مشاكل، حطه في الخلاط. أوبا إيه ده؟ إيه ده؟ أوبا أوبا أوبا، تمام؟ زي الفل. وضربه في قلب الخلاط حبيب قلبي، مع شوية نعناع، وطلع شكله جميل جدا. والنعناع ليه مغازي علشان يكسر الحموضة والمزازة بتاعت الكيوي. جيبي الكاسات وجيبي كل الكوبايات بتاعت الجيران، ومقادير العصير على الشاشة، اللهم صل على النبي. وهسيب اللي في الخلاط ده ليا أنا بعد ما أخلص. ألف هنا وشفا. ولكن مهم جدا وانت بتعملي العصير ده برضو، التلج هنا يكون درجة التبريد بتاعته عالية، يعني طلعها من الفريزر، عشان العصير ده لازم يكون تبريده عالي جدا، كيو بالذات لو احنا عاملينه مع نعناع، خلي بالك. طيب وقتنا خلص طبعا. حاضر عينيا. انا النهارده حبيت اخش المطبخ الصعيدي، وزي ما قلت لحضراتكم رجل ورا ورجل قدام، وخايف لان انتوا عارفين الطعم الصعيدي والمطبخ المصري بالذات له مذاق خاص جدا ما نقدرش ان احنا نحرف فيه. عملت السخينه وعملت طاجن اللحمه بالتاليه، وعدل الاكل ده معانا شويه رز مصري حلوين على السفره منورين. حلوه شويه رز مصري حلوين على السفره منورين. دي بتاعتك، انا عارف انت عايز زياده. حاضر اهي، هنخلص ودي احنا ايه نستمتع معاها. حلو الكلام. وعملت طبق سلطه لطيف وجميل. وطبعا عايز اقول لحضراتكم بعد الحلقه ما بتخلص مباشره، احنا لنا لقاء مع بعض من خلال السوشيال ميديا، بنقعد برضو ندردش شويه. اللي ما قدرتش اشرحه واوضحه وانا شغال على الهوا، بنشرحه ونوضحه مع بعض في اللايف ان شاء الله. ومعانا السوشيال ميديا، حط الاسئله بتاعتك، ومعانا فريق السوشيال ميديا بوجه له تحيه كبيره للمجهود اللي بيعمله. بناخد الاسئله دي وبنجاوب عليها واحنا قاعدين ندردش مع بعض، بنبقى براحتنا. شربت حاجه سخنه، شربت العصير، وبالف هنا وشفا. رؤيه فن ابداع النهارده من الصعيد الجميل وصعيد مصر وريف مصر، اللي بنوجه له تحيه كبيره من شاشه القناه الاولى. منين يا ابو غازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.